يبقى أمر الهدف الرابع قائم 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 نعم جول جول هدف رابع يأتي أخيرا عن طريق اللاعب إيدي براون بعد هفوة دفاعية بنفس الطريقة تأتي الهدف بنفس الطريقة هفوات دفاعية بالجملة والرابع يدون في هذه اللحظات لفائدة المنتخب النيجيري شاهدوا خطأ على مستوى استلام الكرة من فايروا انطلاقة انطلاقة من جانب أوغودي للجهة اليسرى المراوغة ثم المتابعة بهذه العرضية وهنا يضغط إيدي هدف ضد المرمى هدف ضد المرمى سنشاهد الإعادة من هذه الزاوية المراوغة الممتازة من ميكروبي وإيدي هنا يضغط ويربك المدافعين يربك المدافعين تيو من يسجل ضد المرمى إذن هدف بالخطأ من جانب لاعب ألفان تيو